صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. العنوان الرئيسي الذي استأثر بصدارة الصحف الصادرة اليوم هو الاستحقاق الرئاسي في تفاعل خيار ترشيح النائب سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية. هذا العنوان سنتابعه من زوايا عدة مع الدكتور وليد عربيد، أستاذ التاريخ أو تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، وهو أيضا باحث استراتيجي ودبلوماسي ورئيس رابطة خريجي الجامعات الفرنسية في لبنان. نتابع معه أيضا التقدم على صعيد الانتخابات البلدية الفرنسية الذي أحرزه اليمين المتطرف إذا صح التعبير، إلى جانب القضايا الداخلية. دكتور عربيد أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. صباح الخير. نذكر المشاهدين سيكون معنا خلال هذه الحلقة بعد قليل اتصال هاتفي مع عضو كتلة القوات اللبنانية نائب الدكتور فادي كرم للبحث أكثر بالعمق بموضوع الرئاسي. دكتور عربيد، رح نبدأ نحن وياك الحلقة اليوم بكاريكاتير لأرماع حمصي بصحيفة النهار، وطبعا من وحي الاستحقاق الرئاسي، رسم صندوق اقتراع على شكل إذا بدنا نقول دمية والكثير من الأيدي ولكن موصولة بخيوط عم بتحاول تحط بهذا الصندوق. تعرقل كثرة الأيدي مثل الطبخة لما بيكتروا فيها الطباخين؟ أنا على ما أعتقد اليوم الانتخابات بعد الفراغ الرئاسي يعني من الممكن أن تعطي أمل للشعب اللبناني بعودة إلى الحياة الدبلوماسية، ولكن الطباخين إذا كثرة الطباخين بتشوط الطبخة. نعم. وأنا بعتقد اليوم ترشيح الرئيس يعني الرئيس سليمان فرنجي، ترشيح سليمان فرنجي يأتي من قبل معطيات دولية وأقليمية يعني وحتى داخلية بالوصول إلى إيجاد رئيس قوي، كما إيجاد رئيس حكومة قوي يؤمن الاستقرار الذي يريده المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية التي تدعو دائما إلى انتخاب رئيس وعدم يعني تكملة الفراغ. نعم. ولكن دكتور عربيد، رغم كل هذا إذا بدنا نقول الدعم الإقليمي والدولي والعربي إذا صح التعبير، بالداخل بدأ هذا الزخم المسيحي إذا صح التعبير. البعض يقول هناك عرقلة تمنع وصول الوزير سليمان فرنجي إلى الرئاسة، وكأنه كان ممكن بالداخل فرض هذا الضغط لإيصال رئيس. يعني أولا يعني نعود إلى الصورة والمشهد اللبناني، أن سليمان فرنجي هو من زعماء المواطنة الأقوياء ومن الأربع مرشحين اللي كانوا عند الأقطاب الأربعة. الأقطاب الأربعة يعني ميشيل عون سمير جعجع رئيس جميل وسليمان فرنجي. أنا حطيته بالمرتبة الرابعة. لا بالرابعة، أنا حطيته من أربعة. لا، هناك من وضع الوزير فرنجي بالمرتبة الرابعة، وبالتالي هم يريدون الأول. أنا على ما أعتقد مش بالمرتبة، كلهم بالتساوي. يعني كل واحد عنده حيثية سياسية داخل الطائفة المارونية الكريمة يعني. نحن عم نقول أنه اليوم بعد سنتين بعدم وصول رئيس جمهورية إلى يعني انتخاب رئيس جمهورية، يجب التوصل إلى إيجاد صيغة معينة تحفظ استقرار لبنان وتحفظ أيضا هذا الاستقلال، أنه ممكن أن يكون هناك توافق علي من جميع شرائح المجتمع اللبناني، المجتمع والأحزاب السياسية. لكن ترشيح سليمان فرنجي يجب العودة إلى سنتين ثلاثة، مش من اليوم عم تنطرح. أنا بعتقد أنه كان سليمان فرنجي بيحاول أن يكون إليه طروحات مميزة عن الباقيين، لأنه كمان يملك حيثية له هذه الحيثية في منطقة معينة من شمال لبنان وزعيم ماروني وسليل عائلة عريقة. لكن اليوم المعطيات بعد ما حصل في الحراك الشعبي على الساحة اللبنانية، نحن بحاجة إلى رئيس إصلاحي يكون قوي. أنا مع تنفيذ بنود اتفاق الطائف. من أجل تنفيذ بنود اتفاق الطائف يجب إيجاد الصيغة يعني السحرية التي تؤمن هذا الاستقرار، وتبدأ أن نعمل سويا كلبنانيين من أجل يعني يعني تطبيق هذه البنود بالاتفاق. ذكرت الأقطاب الأربعة وهذا الاجتماع اللي صار ببكركي برعاية البطريرك الماروني، ونائب البطريرك العام المطران سمير مظلوم كان حاضر الاجتماع، ومبارح حكي للمستقبل أنه كان في اتفاق والكل اتفقوا عليه أنه أي حدا بترشح من هالأقطاب الأربعة ما حدا بحط عليه فيتو. لماذا اليوم الفيتو عم يجي من هؤلاء يعني من الفرقاء يلي كانوا بهذا الاجتماع؟ هل الاعتراض برأيك لأنه الوزير فرنجي لديه هذا الخط الواضح وهو أعلنه ما مغير عنه، عنده صداقة مع الرئيس بشار الأسد، أم له حيثية بالداخل؟ يعني أولا سليمان فرنجي يملك
انا ما نعب دافع عن سليمان فرجي، لا بس عم بحلل الوقائع. نعم عم نحلل بالتحليل. من 3 سنوات انا عملوا لي مقابله الصحفي الياس قطار بجريده البلد. نعم. وانا طرحت انه المعادله هي التاليه: سليمان فرجي رئيس، سعد الحريري رئيس حكومي، نبيه بر رئيس. وهذه المعادلة بعدها موجودة بجريدة البلد. ليش ما بيكون دكتور جعجع؟ ليش ما بيكون الجنرال عون؟ ليش ما بيكون رئيس الجمعية؟ أولا كل شخصية إلى مميزات وإلى إيجابيات وإلى سلبيات. نعم. من العماد ميشيل عون اللي منجله منحترمه، إلى سمير جعجع اللي منحترمه أيضا، إلى الرئيس أمين جمعية الصديق الحبيب يعني اللي كمان جل. ولكن اليوم في معطيات جديدة عم بصير كمان بالمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا برسم جديد للعلاقات الدولية. نعم. ورسم جديد أيضا لهذا العالم المتجدد. يجب أن لا ننسى بأنه لبنان في الشرق الأوسط هو منارة للبحر المتوسط وقلب الشرق الأوسط، يعني من منارة ضوء عم بخف بس نحن بدنا نرجع نخليها للمنارة شعشع. نعم. عارف كيف؟ طيب إذا ضلينا نحن بحال في فراغ رئاسي، يمكن بصير يقولوا الناس هذا اخر رئيس ماروني، وهذا يعني كلها معطيات بدنا نحاول نحن نعطيها سلبيه. طيب يعني سليمان فرنجي ماذا يشكو سليمان فرنجي؟ سليمان فرنجي كمان انه من عائله وعنده حيثيه واتفق عليه. انت حطيت اين لب الاعتراض؟ ليش هذا الاعتراض؟ شو المشكل؟ انا بعتقد انه كل واحد بيطمح ان يكون يعني هو رئيس. هو رئيس. نعم. وانت بتعرفنا هيدي عقده لبنانيه، يعني ما بيعطوا على مصلحه الوطن على المصلحه الشخصيه. حتى اللي كانوا بحبوا يرجعوا يعني ما حدا بيترك. ما حدا. نعم. صحيفه المستقبل اليوم اعطت موضوع الرئاسه وهذا العرقلي بعد اخر، يعني كان مطروح قبل وبعد وحاليا، وهو انه تقول نتيجه تعذر تسويق الاعذار الموجبه والمنطقيه لتبرير رفض المبادره الرئاسيه لانهاء الشغور تحت وطئه انه ترشيح الوزير فرنجي مارونيا قويا وذا حيثيه بحسب ما اشترط الاقوياء الاربعه. تقول صحيفه المستقبل أقدموا على وضع الموضوع الطائفي والمذهبي يلي هو لإعاقة هذا الموضوع، وكأنه يعني رجعنا لهذا المقول: المسلمين يفرضون رئيسا على المسيحيين. أنا ضد يعني أنا برفض أن يكون أن المسلمين يفرضون على أنا بعتقد أنه من ناحية إذا بدنا نحسبها على الطريقة اللبنانية اليوم أنه في 85 نائب ويؤمن الأغلبية لسليمان فرنجي، لكن اليوم أكثر من هيك هو الحفاظ على الوطن ونقل هذا الوطن لبناء الدولة الحديثة في وتتطلب تفاهمات، مش تفاهم واحد، تفاهمات. اليوم يعني أنا بدي حيي موقف رئيس سعد الحريري اللي كان مقدم لأنه عم بيعطي الأولوية لبناء الوطن. نعم. فبيطرح أنه سليمان فرنجي من فريق 8 أزار و14 أزار لأنه حس أنه لبنان فيه خطر. هلا هذه المقولة مش هالقد يعني أنه 8 و14 لأنه بالآخر هذه التحالفات تم فيها هذا الخلط. لا ما هو اليوم. بدك شوف أنت اليوم دايماً بالأزمات أو بانتخابات الرئاسة من وقت الاستقلال لحد هلا كان في عوامل دولية وعوامل إقليمية تلعب دور في انتخاب رئيس الجمهورية. أنت بدك تشوف هلا شو عم بيصير في منطقة الشرق الأوسط، شو هالصراعات وشو هالحراك يعني بين القوى الإقليمية وحتى أيضا بين الدول الكبرى. الدول الكبرى اللي عم تفرض حالها كمان على ساحة الشرق الأوسط، ولبنان هو يعني منطقة جزء من جزء من هالمنطقة. على كل حال الرئيس بري بتعليقه على هذا الكلام عن موضوع الطائفي وفرض الرئيس إذا صح التعبير، استغرب الرئيس بري هذا الموضوع في كلام لصحيفة المستقبل وصفها بالكذبة الطائفية، مش هيك؟ لا أنا ما بعتقد إنه اليوم إذا يعني توجهنا إلى التحالف ما العماد ميشيل عون وسمير جعجع انه اقامه جبهه لبنانيه جديده، لا انا على ما اعتقد اليوم يجب على الطائفه المارونيه ان تخرج من هذا يعني الصراع الصغير من اجل الحفاظ على موقع المواطن الرئيسي ودور. نعم هذا الدور الكبير. يعني حين ياتي سليمان فرنجي، هلا بدناش نحكي ما بتعرف التغيرات، حميد فرنجي نام رئيس جمهورية تاني يوم ما طلع كمان شمعون. يعني انت بتعرف المعطيات الدولية اذا تغيرت. انا بعتقد اليوم في تفاهم اقليمي ودولي انه يكون رئيس قوي، طلع الرئيس القوي اللي ممكن يكون لانه سمير جعجع يمثل
يعني تاريخ معين، وميشيل عون يمثل تاريخ هو معين. التوجه للوزير الفرنجي لأنه أكثر من سنة ونص كان الدكتور جعجع مرشح والجنرال مرشح وما تم التوافق، يعني أكثر من سنة ونص ما كان ماشي الحال، وبالتالي كان هذا الخيار. يعني أنا بعتقد أنه حتى الدكتور جعجع يعني هو طرح مبادرة إنه أنا بعتقد أنه بعد بيمشي بالسمين فرنجي. ليش؟ أولا المعطيات كمان أنه من الممكن إذا تم دعم سمين فرنجي تنتهي القضية العالقة بين يعني طرفين المرضى والقوات. يعني الجملة اجت بوقتها لأنه معنا الآن عبر الهاتف النائب الدكتور فادي كرم عضو كتلة القوات اللبنانية، لنشوف إذا بيمشي مع جنرال عون أو بيمشي مع الوزير الفرنجي. دكتور كرم صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. يعني بدي أبدأ من الجملة اللي قالها ضيفنا دكتور وليد عربيد، بعد شوي رح يروح دكتور جعجع بتأييد الوزير الفرنجي أو سيذهب بتأييد الجنرال ميشيل عون. نحن عم نقارب هذا الموضوع مش من منطلق تأييد أشخاص أو رفض أشخاص أو وضع فيتو على أشخاص، نحن عم نقارب هذا الموضوع من منطلقات مبدئية، من منطلقات التسوية ومعانيها، على أي أسس ماشي، على أي أساس ممكن نتفق مع أي مرشح من المرشحين الأربعة اللي سميوا أقوياء أو غيرهم اللي كنا فتح دكتور جعجع المجال لتسمية أحدهم وهو سمي بالمرشح التوافقي نتوافق عليه كأطراف أقوياء. فإذا المسألة مش مسألة نوقف أما ندعم أما نكون ضد مع مرشح أو آخر. دكتور فادي يعني أين هو أوجه التلاقي أو الخلاف مع التيار الوطني الحر في الاعتراض على ترشيح الوزير الفرنجي؟ أولا التسوية اللي مطروحة بالوزير سمين فرنجي هي تسوية بعدها مبهمة، يعني في كثير من بنودها ما اطلعنا عليها منا بجوها، فلما بتكون تسوية مثل هيك مطروحة بيكون في علامة استفهام عليها، ولكن غير انه مرفوضة اما غير مرفوضة، الموضوع منه بعد واضح امام الافرقاء اللي الثلاثة بشكله السواد الاعظم من المنطقة المسيحية امام الاصوات المسيحية وهن التيار الوطني الحر القوات والكتائب، فلا سبب في نقاش بخصوص هذا الموضوع بدون ما يكون في رفض. وحتى الآن عملية التسوية مثل ما تمت بالطريقة المبهمة لعدم إطلاع الأفرقاء المسيحيين الكبار عليها مفاجأتهم فيها هي كانت الصدمة اللي خلت الأفرقاء دول مش ياخذوا موقف رافض على الشخص ولكن موقف استفهام على التسوية. ولكن دكتور فادي من زمان مطروح كانوا هني أقطاب أربعة وكان أي حدا ممكن أن يكون مرشح لرئاسة الجمهورية، ومن زمان هذا الكلام أنه ممكن ترشيح الوزير الفرنجي، ليش تفاجأتوا اليوم؟ أعيد التوضيح، الموضوع مش حدا عم بيرفض الوزير الفرنجي ومنه مرفوض ترشيح الوزير الفرنجي، ونحن معترفين بترشيح الوزير الفرنجي، وجلسوا الأقطاب الأربعة سويا مع الكاردينال البطرك وسيدنا البطرك واعترفوا ببعضهم كمرشحين وربما يكون في تفاهمات حتى بين بعضهم على مفهوم الترشيح وعلى شو معنى المرشح المسيحي القوي. نحن ما عندنا أي اعتراض على المرشح، أعيد توضيح الموضوع هو تبيان مفهوم التسوية، والكل عم بيعلنوا تسوية مش عم بيعلنوا بس مرشح، يعني كلمة التسوية هي صارت أقوى حتى من المرشح. صح، هو هذه السلة المتكاملة، رئيس جمهورية، حكومة، قانون انتخاب وباقي التفاصيل. بحديثك دكتور فادي لصحيفة الجمهورية وقال لي إذا دقيق هذا الكلام، أنه أنتم بصدد درس الخطوات لحين الإعلان الرسمي عن هذه المبادرة لتحديد، يعني إذا بدنا نقول القيام بالرد المناسب وتحديد خطة المواجهة، دقيق هيك؟ نعم، لا كلمة رد يمكن استعملت من قبل الصحفي كلمة شوي أكبر من اللي قلته، أنا قلت نحن بانتظار ما سيعلن من أصحاب التسوية لنأخذ قرار
على بناء على ما على قرار بناء على قرار. فنحن طبعا طلبنا انه يكون في تفاهم وبتعرف مع نكشف سر في تباينات كثير كبيره داخل 14 ادار وفي افريقا من 14 ادار واضح انه متحمسين جدا للمضي بالتسويه. منطلق نحن طلبنا انه يكون في اعاده تفاهم داخل 14 ادار بخصوص موضوع الفراغ، بخصوص موضوع الرئاسي، بخصوص موضوع التسويه المطروحه. ولكن ان كان لم يؤخذ بمفهومنا لاعاده التفاهم داخل 14 ادار فطبعا رح يكون عندنا القرار المبنى على اي بيان يعلن اما ترشيح يعلن. دكتور فادي، هل فعلا في محاوله لتشكيل هذا الحلف المسيحي الثلاثي قوات تيار كتائب مع حزب الله؟ المحاولة شو؟ ما سمعت. لتشكيل هذا الحلف حلف ثلاثي مسيحي؟ لا، موضوع بعد ما وصل لهوني ولا يعني ما حدا طارح هذا الموضوع. هلا الحلف 14 ادار بعده مستمر وان كان في مشاكل فيه ما عم نغش حالنا. ولكن في تفاهمات بالسياسي ببعض الاوقات بتوصل بعض الأطراف المتباعدة جدا عن بعضها لتلاقي بمكان معين. اليوم إن استمرت هالتسوية بدون تفاهم معنا فهذا يعني أنه ربما يكون في تلاقي مصالح مع بعض الأطراف اللي هني متباعدين عنا بالسياسة بالطرح الوطني، ولكن ما حدا عم يحكي عن تحالفات. الخطوط الساخنة اليوم بين القوات والتيار أكثر مما هي مع الرئيس الحريري والمستقبل أو كيف؟ لا، أنا بأكد أنه في خطوط مفتوحة وقوية ودائمة بيننا وبين حلفائنا التيار المستقبل. نعم. كما مع التيار الوطني الحر في تفاهم نحن التيار الوطني الحر وحزب الكتائب على التخطيط للخطوات القادمة بخصوص موضوع الملف الرئاسي. بما انه متلاقيين بالنظره بخصوص هذا الملف. هل في زياره حكي يعني من يومين في زياره لدكتور جعجع للرياض، ما زالت قائمه؟ هيدي ملك دكتور جعجع، هو بيقرر اذا بيروح او لا، ولكن خلينا نكون واضح. دكتور جعجع منه من السياسيين اللي يبلغ، دكتور جعجع من السياسيين اللي يخطط معه ويناقش معه لأي خطوة ممكن تكون للأمام. فإذا كان بده يكون في لقاءات إن كان في الرياض أما في باريس أما في أي مكان وأفضل على الأراضي اللبنانية، خلي تكون مبادرات للنقاش مش لوضع بالصورة. الحقيقة كثيرة هي المعلومات حول موقف القوات وبالتالي الكثير من التأويل حول موقف القوات اللبنانية. من ضمن هذه المعلومات أنه كان في محاولة من السفير السعودي في لبنان لجمع الوزير الفرنجية مع دكتور جعجع، صحيح هذه المعلومات؟ ما عندي أي علم عن هيك خطوة. اليوم في أفكار كثيرة في أفريقاء عم بيحاولوا يمهدوا الطريق أمام هالتسوية، ممكن يصدر عنهم أي أفكار، ولكن أجدد اللي أؤكد أن من يريد أن يطرح علينا دكتور جعجع يريد أن يجب عليه أن يناقش ولا أن يبلغ التسوية تمت. نحن نشكرك دكتور فادي كرم على هذه المداخلة ضمن كلام بيروت، وإن شاء الله قريبا بتكون معنا على الهواء ضيف بالاستديو. دكتور عربيد، نحن في تعليق قبل ما ناخذ استراحه، تفضل. انه الدكتور فادي انه يعني ترشيح سليمان فرنجي مش اجى من مده شهر، انت بدك تقرا السياسي والصحافي. نعم، كان واضح بكلامه بلا اشاره. نعم، سليمان فرنجي من حتى من قبل ما يفل الرئيس ميشيل سليمان من مصر. نعم. انه كبدي، ولكن اليوم بالعمل السياسي بتعرفي تحالفات بيكون بالوقت الحاضر ممكن تتغير حسب المصالح اللي يتكلم عنها الدكتور فادي. نعم. انا بعتقد اليوم الدكتور سمير جعجع يعني من الممكن ان يتبدل بموقعه، يعني مش يتبدل بموقعه بتحالفه، صحيح نحن نطلب ان يكون الجسم الماروني صلب. نعم.
من أجل إقامة يعني يأتي رئيس جمهوري صلب. رح نتابع أيضا بالموضوع الرئاسي والحكومي والداخلي دكتور عربيد بعد التوقف مع استراحة أولى، ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد عربيد. حكينا موضوع الأقطاب، موضوع بكركي، اليوم في موقف يعني مبارح للبطريرك الراعي دعا إلى متابعة هذه المبادرة، وهو كان جمع الأقطاب، ولكن فعلا تعود بكركي إلى هذا الموقع، إلى هذا الدور المؤثر على الساحة الوطنية والمسيحية تحديدا. يعني أولا دور بكركي هو دور وطني بامتياز، ودور أيضا جامع للطائفة المارونية أنه يكون في تفاهم على يعني وصول. بعد اليوم في نحن في أزمة سياسية، أنه بعد سنتين بفراغ بانتخاب رئيس جمهورية، يعني معناتها بدناش يكون من الأصوات مثل ما طرحت من بعض الفرقاء المسيحيين أنه الإسلام المسلمين هني اللي بيجيبوا رئيس جمهورية. اليوم دور بكركي هو دور فاعل في يعني تقوية هذا الموقف المسيحي بترشيح هذا الموقع، هذا الدور أيضا. نعم. يجب العودة عادة البطرك من الفاتيكان، والفاتيكان دائما كانت اللاعب الأساسي في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان سريا ولو غير علنيا. اليوم على ما بس أهل الأرض أدرى بالتفاصيل يمكن طبعا أنه الفاتيكان اليوم في هناك خطر أنه بعد كمان أنه نبقى سنة على حلحلة الأمور بالشرق الأوسط حتى يتم انتخاب رئيس جمهورية. نعم. هذا غير مقبول. أنا على ما أعتقد بأن البطرك الراعي هو يعي ماذا يعني يحاول يعني جمع وطرح المرشح القوي الصلب من بين المرشحين الأربعة. نعم. اليوم يعني تم يعني من ناحية المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي يخاف على لبنان وعلى عدم استقرار لبنان وعدم يعني الارتدادات الإقليمية على الساحة الداخلية، علما أنه أصبحنا بآخر الأولوية. هذا بسموه بالملف الكبير. نعم. شميز يعني. بس أنت اليوم البطرك الراعي مع أنه يتم انتخاب رئيس قوي، طيب أنت حطيته رابع لسليمان الفرنجي، مش أنا حطيته، في حدا أنا حطه. يمكن بحطه من متساويين بالمعادلة، كل واحد عنده قوة بيقدر يجيرها. صحيفة النهار، لأنه كان في كلام أنه في حال الرئيس بري حدد جلسة جديدة لموضوع الانتخاب قد يكون يتم خلال الانتخاب، سألت النهار أنه لحد الآن مش واضح أنه تم اكتمال الأجواء مهيئة للانتخاب ب 16، قد يرجئ الرئيس بري ل 22. أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري قال أنه شروط اكتمال المبادرة لم يعني ما اكتملت بعد لإعلانها من الرئيس الحريري، وبالتالي ما يوحي أنه لن يحصل انتخاب ب 16 الشهر. على ما اعتقد واضح بعد المبادرة بعد في عملية شد حبال. أيه. ولا شد حبال داخلية. نعم. سياسية، وهذا يتطلب تفاهمات. اليوم الموقف السياسي لحزب الله بعدم ترك الحليف الأساسي له على الساحة المسيحية ميشيل عون. يعني بتعرف انه مرشح حزب الله هو ميشيل عون. بدك الموقف يأتي من عند ميشيل عون. هل ميشيل عون حزب الله وضع ما يقول الجنرال ساعتها يقرر، علما أن الموقف لحزب الله يقدم ويؤخر في هذا الأمر. طبعا كيف طبعا كيف قلبت المعادلة؟ لا، لحد هلا من الناحية السياسية والتحالف السياسي حزب الله مع التيار الوطني الحر. أنا بعتقد أنه إذا ميشيل عون أعلن أنه أنا بنسحب أو بأي معادلة في يعني من الممكن، هذا غير وارد، ده غير وارد بالوقت الحاضر، بس حزب الله موقفه ثابت بعده لحد هلا، ما بدناش نقول انه يعني متحالف مع صار مع المعرقلين لانتخاب الرئيس، مش علما انه الوزير الفرنجي من خط 8 اداء، مش من المعرقلين، التحالف السياسي لن يفك من اجل عدم ترشيح ميشيل عون، تحالفه السياسي مع ميشيل عون دعمه سنه وست اشهر ما مش الحال. هلا الكره بيقولوا بملعب ميشيل عون، يعني هو اللي بيقرر هل سيمشي بترشيح وبالتسويه العامه اللي صايره بالبلد حتى يمشي بترشيح حليفه. هون بدنا نقول حليفه سليمان الفرنجي. أيه. لحد هلا انا بديش دافع كاني بتيار مرض، لا انا عم بقول انه سليمان الفرنجي لحد الان لم يعلن ترشيحه. نعم. بعده عم بقول انه بانتظار اكتمال الشروط المبادره، انه انا مرشح بعده، هو بعده يدعم الجنرال عام في حال، ولكن ثلاث نقاط ساعتها بيكون هو المرشح. هذه هلا بدك شوف اليوم كيف الموقف السياسي بالداخل.
أنا اليوم ما طرحه الرئيس بري يعني كمان ضرب ناقوس الخطر وعبقل لهم أنه نحن ضد عودة جبهة لبنانية جديدة أنه انقسام لبنان نحاول الجمع يعني في مرحلة دقيقة. أنا بعتقد أنه ترشيح سمين فرنجي سليم يمكن في بعض الناس من اليسار وغير اليسار بيقولوا ان هيدا من اجل تعويم النظام وهيدا مش عم بدخل فيها انا من اجل تعويم النظام انه كمان اقامه نظام انتخابي جديد بعد انتخاب رئيس الجمهورية من هو هل النسبيه هل نظام الستين كلها اسئله بدنا نحن نشوفها لانه بتلعب دور بكواليس الطبخه الرئاسيه. يعني ما بدي اخذ رايك كمتابع تريث حزب الله في اعلان هذا الموقف فقط لانه هذه العلاقه الاخلاقيه السياسيه مع الجنرال ام انه الحسابات المقبله اكثر انه في موضوع سوريا قد يبقى الرئيس بشار الاسد او لا وبالتالي وزير فرنجي هو الان صديق قد تتحول الامور باتجاه اخر؟ انا موقفي ليك وين العقدة؟ ليك انا العقدة مش هيك، ما نحن كل مرة بنعطي بلبنان انه لبنان متعلق بالقضايا الكبيرة، لا هذه يعني في شغلات قصة سوريا عزلها عن قصة لبنان معزول لبنان لبنان. انا بدك تاخذ انت من موقف فيينا واحد صار مؤتمر عن سوريا بدون السوريين، يعني معناتها تحاصص القوى الدولية على ما هو ما بعد حلحلة المسائل العالقة في منطقة الشرق الأوسط. أنا بعتقد اليوم في هناك نوع من بداية طبخ التسوية ما في منطقة الشرق الأوسط. نعم. تبدأ في لبنان. يعني تذهب إلى اليمن. يعني وبعدين بتشوف أنت كيف بده تقعد، يعني هل نحن في صدد، وهون بيعرفها الاستاذ احمد عياش انه مقابله سنه 2001 حكينا عن اعاده رسم خريطه الشرق الاوسط، كلها هيدي اعاده رسم خريطه الشرق الاوسط، كمان لبنان من الناحيه السياسيه له انه شميز بالملف. يعني هون بدنا نشوف شو، هل التسويه تبدا بالدرجه اول ما بتطلع السلم بتطلع على انه لبنان يجب ايجاد صيغه للحفاظ على استقراره، لا سيما صعود الارهاب، صعود الـ يعني انعكاسات الازمه السوريه على وجود 1,600,000 لاجئ يعني سوري في لبنان، كل هذه المعطيات جيوسياسيه تنعكس حتى على انتخابات. دكتور عبيد، في حال انطلقت المبادره الخارجيه الدوليه اذا بدنا بشان سوريا او اليمن او غيره وفي لبنان تعرقلت هذه المسيره، شو يعني بكون موقف لبنان؟ شو بصير بالداخل؟ يعني اولا بنروح نحن نحو الكو، كو يعني الفوضى انت اليوم في عندك يعني عوامل جديده فاتت على الداخل وهي صعود الحركات المتطرفه يعني اللي عم تحاربها بالارهاب تحاربها يعني الدول الكبرى، لا سيما فرنسا، يعني حين ترسل فرنسا حمله طائرات شارل ديغول الى شواطئ السوريه، يعني معناتها انه في هناك ايضا خوف على الامن القومي الاوروبي والامن القومي. اليوم في العنوان الكبير هو كيفيه عمليه تطوير وضرب هذا الارهاب اللي بلش يهدد وين ما كان، بدها تكون الدوله قويه ومحصنه لا تواجه هيك الفرنسيين. خليني اقول هون قول انه شو الفرنسيين بهمهم ثلاث شغلات، سياده لبنان، استقلال لبنان، واستقرار لبنان. نعم. وانا وقت ما يتصل الرئيس فرانسوا هولون بسامين فرنجي يقعد ربع ساعه على التليفون هو إيه؟ يعني معناتها في عوامل تسديد عقبه يستفيد منها جميع الاطراف. نعم. تستفيد منها جميع الاطراف. هلا بتعتقد كل حزب سياسي عنده موقفه، حزب الله عنده تصوراته الاقليميه الداخليه، المشان عون عنده تصوراته ايضا انه ليش بتحق له هو الرجل القوي على الساحه المسيحيه، ليش ما بتحق له رئيس الجمهوريه؟ طيب كمان بالله على الساحه السنيه انه كمان في معطيات جديده انه الرئيس سعد الحريري كمان بيقدر يلعب دور يعني ليأمن هالاستقرار باصلاح النظام. نعم. انا بعتقد اليوم هو في اصلاح النظام، وهون انا برجع بركز على نقطه كثير اساسيه، اتفاق الطائف يجب تنفيذ بنوده. نعم. انا بعتقد من هالاتجاه هيدا نستطيع بناء الدوله. نعم. ونحافظ عليها. صحيفه الحياه تحدثت عن انه موضوع ما يجري على صعيد الرئاسي، وبالتالي تحدثت عن تاخر الرئيس الحريري باعلان هذه المبادره التسويويه، ليس فقط موضوع الترشيح وموضوع كان عودته الى بيروت الثلاثاء، رجحت المصادر انه
قد لا يكون هذا الأمر، لأنه في كلام قد بإعلان هذه المبادرة من بيت الوسط يبدو الأمور فيها بعض التأخير. أنا بعتقد أولا الرئيس الحريري يعني كمان بده يفكر، لأنه في معطيات كبيرة ما شفت شو حكي الدكتور فادي مع حلفائه في اجتماعات طبعا في تنسيق مع الحلفاء. تاني شيء بدك التحالف الإقليمي، ما هو دور المملكة العربية السعودية؟ ما كمان المملكة العربية السعودية عندها ملفات يعني تعمل عليها بقوة، مثل الملف اليمني، الملف الأزمة السورية، كل هذه المعطيات الإقليمية. أنا بعتقد أنه سيتريس الرئيس الحريري لدرس معطيات جديدة بترشيح سليمان فرنجي. نعم، صحة السفير تقول اليوم أنه رحلة فرنجي إلى بعبدة تمر في الرابي. يعني وزير فرنجي بيدعم الجنرال، وفي حال بده يكون العكس. لا، ما هو بده يصير كمان انه العماد ميشيل عون عنده كمان طروحاته السياسية، بده نظام انتخابي على اساس النسبية، يعني مجموعة من يعني الطروحات اللي يجب ان يقبلها سليمان فرنجي. ولكن هون بدنا نقول لحد الان لم يترشح سليمان فرنجي، بعده لحد هلا يدعم ترشيح ميشيل عون. نعم، هون المطلوب كيفية التفاهم، المبادرة، يعني المبادرة برد جميل في هذا الإطار بين الحلفاء. لا، جميل لا، هون عم يشتغل على اساس كمان انه يعني سليمان فرنجي بحاجة كمان الى قوى مسيحية فاعلة. في عندك ثلاث قوى مسيحية، مش موضوع اكتمال نصاب. لا لا لا، بده يجي رئيس مكتمل، مكتمل القوة نعم بهذه القوة. نعم، يعني وليد جملط، نبيه بري، سعد الحريري، ما بيكفلوا انه من اطار واحد، بدك قوة مسيحية. هل حزب الكتائب؟ انا بعتقد انه العلاقة بين سامي الجميل وسامي فرنجي علاقة حميمية وصداقة فيها طبعا بين البيتين. هل كتائب هلا حتكون الحليف يعني تدعم ترشيح، بس عند المرشح كمان رئيس جميل مرشح، هيدي رئيس جميل بمحبتنا له يعني بده يحاول الدكتور جعجع انه بيطرح بدعم ميشيل عون وبدعم امين جميل حتى يعني كمان في شغله. بس هون انا بوجه له اياها للدكتور جعجع انه يا اخي اذا انت انتخبت سليمان فرنجي، هل القصص التاريخية العالقة من الممكن أن تحل؟ لأن سليمان فرنجي صفحة عن الماضي، فأنت كمان صفحني وجرب، واستنى انه انت ممكن تكون انت فيما بعد سليمان فرنجي يكون المرشح الاقوى اذا تغيرت. هلا ما بدنا نفوت نرجع، ولكن كانه العقد عند القوات، هي العقد كمان ايضا من مكان اخر عند الجنرال وعند حزب الله. يعني مش بس بعتقد عند القوات. بعتقد يا اخي سلمان، اولا العقد عند الموارنه، يجب ان يكونوا الموارنه جسم كل واحد. نعم، ويقول تعال لكم هالفراغ هذا مش لازم يصير مره ثانيه. نعم، يعني جربوا انه شوفوا الافضل، شوفوا اللي بيقدر. نعم، يحفظ هذا الجسم. صحيفه الاخبار اليوم بعنوان هيك وبالازرق كمان، لا اذن بالهبوط بعد عن الطائره الرئاسيه، وحكيت انه الموضوع هو اكثر انجاز تسويه داخلية اكثر ما هو من الخارج، طبعا مع صوره الجنرال الحليفين والوزير سليمان فرنجي. ما في إذن بعد بالهبوط وللطائرة لتصير على قصر بعبدة. يعني بتعرف أنت لهذه طبقة رئاسية، هذه طبقة رئاسية معقدة بعوامل عديدة، عامل داخلي، عامل إقليمي، وعامل دولي. عم بتقول الأخبار أنه زوار قائد القوات اللبنانية بس يشوفهم دكتور جعجع بيسألهم إلى أي حد تعتقدون أن حزب الله سيظل داعما لوصول العماد عون؟ هيك جاء بالأخبار. لا، ليك عم بقول لك من الناحيه السياسيه بعده لحد هلا حتى يعلن العماد ميشيل عون انه هو غير مرشح او يدعم ترشيح. نعم، يعني اذا مثلا ترشح لميشيل عون ونزلوا لينتخبوا، حزب الله بده ينتخب ميشيل عون. نعم، العماد ميشيل عون، هذه الشغلات صارت من البديهيات يعني كل العالم بتعرفها بالبلد. نعم، على كل حال حركه الاتصالات ناشطه هالاسبوع بين معراب وبين الرابيه وبين المختاره وبين عين التيني عند الرئيس بري وحتى مع الرئيس سعد الحريري، لانه هذا الاسبوع يقال انه حاسم مبدئيا في يعني تظهير هذا التوجه في هذه المبادره التسويه.
إذا قلنا هذه السلة متكاملة، منها قانون الانتخاب يلي هو الأساس. هذا المشكلة الأساسية. نعم. أولاً إنه لتؤمن استشارات لرئاسة الحكومة يجب أن يكون لديك أغلبية سياسية، يعني ماجوريتي. هل ماجوريتي بدك أنتو شو هي النظام الانتخابي؟ هلا ميشيل عون هو مع لبنان دائرة انتخابية واحدة مع أساس النسبي، هلا بتقدروا إنه هيدي يعني طرحها. أنا بعتقد إنه بنعمل قانون انتخابي يعني بانشاج يعني بين النسبية وبين أيضا معقد هذا القانون. بدك تشرحه للناس، الناس ما بتعرف. يا استاذ سلمان، انت بتعرف انه هلا بالبلد، انا من وقت ما خلقت يعني بعدني بعرف بالبلد قانون 60، قانون 60 بيتغير شوي، ممكن يرجعوا له. لا نحن بحاجه يعني انت لترد على الاسئله اللي طرحت بالحراك على الشارع المدني. حراك المدني في الناس قالت كلمتها. انت بدك ضخ دم جديد، دم الشباب بهل جسم الدولة. طب شو بدك؟ ما بيقدر تشكيل السلطة بالستيني بيرجعوا عن ذاته بالنسبية بالنسبية بيدخل كم حدا؟ بتنزل لك يعني بول، بيصير انه من 10 12 15 20 يعني يعني بيطلع لك بالنسبية، بس بيضلوا يعني يعلنوا انه في قوة مطلبية بالبرلمان. انا بعتقد هيدي هي الدبا حول انتخاب رئيس الجمهورية. انا بعتقد اليوم بعدني بعبرجها، هذه صارت ثالث مرة بقول لك اتفاق الطائف. اتفاق الطائف اتفاق سليم، يعني انت اذا لو ما كان في معطيات اقليمية ودولية على الساحة السياسية بلبنان من 96 لحد هلا، كنا يمكن نفذنا بعض البنود من اتفاق الطائف، منا انه الغاء الطائفية السياسية، منا قانون انتخابي عصري، منا انتخاب مجلس شيوخ هو الذي يؤمن كل التواصل بين الطوائف. وخلينا نحن نكون مواطنين، الحراك الشعبي اللي صار هو حراك من أجل دفع الشباب أن يكونوا هذا الدم الجديد اللي نضخه بجسم الوطن، ويكون لهم كلمة على الأقل حدا يمثله. لأنه هلأ أنا غاري ابني ابني بالسيونس بو بباريس بيطبع على الأورديناتور بأسرع، أنا بدي أطبع بعدني بأصبع. يعني في تجربة حسب هيك بدنا نعطيهم الدور. بناء الدولة بدها تتطلب بناء سلطه جديده، بناء شباب الجميع. ودور غير الشباب، دور المراه ايضا. على كل حال، في رابط بين موضوع قانون الانتخاب وموضوع الرئاسه، في عرقله يعني، في بعض يتم الخلط بين اثنين. هلا بعض المحللين بيقولوا بين اليسار واليمين بيقولوا لك اف، لانه السلطه بتعاد التكوين نفسها وبيصلح. نعم. يعني كنا لازم نحكي بس على فرنسا. نعم، رح نتابع بالموضوع الفرنسي، موضوع الانتخابات البلدية، وحضرتك طبعا متابع لهذا الأمر، وأيضا ارتباطا بما يجري على صعيد الدولة. بعد هذه الاستراحة ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدين القسم الأخير من كلام بيروت مع الدكتور وليد عربيد. ندخل إلى الموضوع الفرنسي. دكتور عربيد، الانتخابات البلدية الأولى بعد 13 تشرين هي معيار لما ستكون عليه لاحقا النتيجة؟ يعني مش انتخابات بلدية، انتخابات ريجونال، انه المناطق، انه المناطق انتخابات بلدية، وهيدي بتصبح بفرنسا تيست اختبار، لانه نحن بعد 2017 انتخابات رئاسه الجمهوريه، وهذا اخر انتخاب بيصير فيه قبل الانتخاب الرئاسي، قبل يعني شوف الموازين القوى. موازين القوى. نعم. اليوم الخطوره في وصول اليمين المتطرف مارين لوبان، مارين لوبان التي هي يعني هي بنته لجون ماري لوبان. نعم. مارين لوبان طبعا اخذت مسار سياسي غير الذي كان يطرحه بيا وقت ما كان نايب بال 57 بالجبهه الوطنيه ضد. هن الجبهه الوطنيه ليش بسمون يمين متطرف يعني؟ لانه هن تفكيرهم السياسي تفكير يمين متطرف، كان الاحزاب في فرنسا من يمين ويسار مهمشين انه انتم ما لكم دور في بناء الدوله ويعني اداره الدوله. فكانوا من طيار بلش ب 1% الى اليوم اصبح اليوم ليصل الى قديش؟ 30%.
30% يعني مارين لوبان لأنه غيرت بطروحاتها اللي كانت مثلا طروحات اللي كان يطرحها بيا كانت طروحات متطرفة أكثر وأكثر أيه. خاصة ضد العرب وضد اليهود. اليوم بنلاحظ أنه الخطاب السياسي لمارين لوبان هي خطاب سياسي قريب من اليمين التقليدي لكن هيدا يدل بس يعني النظرة ليس فقط في فرنسا هو صعود اليمين المتطرف في أوروبا ككل وهذا شيء خطير. ليش؟ هو بفرنسا هو مؤشر لباقي الدول مؤشر شيء خطير لأنه أولا بداية الحرب العالمية الأولى أكثر شيء برزت صعود الطيارات المتطرفة العنفية واللي قتلوا منها ولي عهد شو اسمه بسراييفو وهذا أسست للحرب العالمية. اليوم تحت شعار فرنسا للفرنسيين واليوم ما حصل أنه 30% الشعب الفرنسي أصبح شعب نعم. خائف من الهجمات ما يسموها الإسلاموفوبيا نعم. يعني صحيفة النهار بالكلام اللي عم بتقول اليمين المتطرف يتصدر الصناديق الفرنسية ساركوزي يرفض التحالف مع الاشتراكيين وتتحدث النهار عن نسبة 30% يلي حققتها الجبهة الوطنية وهو رقم عالي. يعني معناتها أنت بتعرف شو 30% أنه هلأ الجبهة الوطنية رح تاخد منطقتين خلص تأمنوا شو اسمه ماريشال لوبان رح تكون لانه جابت 43% نعم. ومارين لوبان كمان عمتها خالتها رح تكون بالشمال كمان اخذ بمنطقه حوالي 45%. هيدا مدلع شيء الارهاب اليوم هو الاساس هو الاساس يعني ما حصل اليوم وسياسه الحكومه الفرنسيه ورد فعل الرئيس انا بعتقد ما عادش في صراع ايديولوجي في فرنسا لا يسار ولا يمين هناك الصراع من يستطيع إدارة الدولة الجوفرنانس يعني كيف أنه بتشوف بعض الأحيان طروحات رئيس الحكومة الفرنسية يتقابل مع طروحات اليمين التقليدي حسب هيك اليوم إذا تغيرنا نحن من الجمهورية الخامسة إلى الجمهورية السادسة يعني معناتها أنت اليوم بعد ما صار الحركة الاعتداءات باريس واللي هي اعتداءات انه داعش واليمين يعني الاسلام المتطرف الاسلام المتطرف كسر في حملات خليني انا اوجه تحيه للشعب الفرنسي اللي هو عنده ثقافه السلام ايه. انه انت ثقافه انه بطل بعد الحرب العالميه وعانى من الحرب العالميه صار عنده احترام الاخر تقبل ايه. اكثر انه انت عم بتفوت عم بيحضروا بمسرحية أو بيجي واحد ببلش يقول يعني ببلش سياسة العنف سياسة العنف تولد عنف آخر طبعا وهون الخطر أنه حين يفيق فعل العملاق الكاثوليكي في باريس في فرنسا ويتحالف مع اليمين المتطرف وهون ساعتها أصبح المهاجرين وال يعني الناس العلمانيين في خطر. أنا بعتقد اليوم يجب مراقبة ما حصول صعود اليمين المتطرف مارين لوبان صحيح غيرت بخطابها السياسي ولكن بعدها لحد هلا تمثل هذا اليمين المتطرف هذا الخط. الذي يمكن محاربته بشغلة وحيدة وهو ما بسموها جبهة الجمهوريين جبهة الجمهوريين كيف يعني مش الجمهورية تبعت نيكولا ساركوزي جمهوريين يعني اليمين التقليدي واليسار بيندمجوا بيعملوا حكومة اتحاد وطني من أجل مجابهة عوامل عديدة العنف والإرهاب البطالة نعم. حد الفك تراجع دور فرنسا الاقتصادي والاجتماعي صح. كل هيدا ما بتقدر أسسها لا الحزب الاشتراكي لحاله ولا الحزب وهذا يتطلب من الحزب الاشتراكي أن يتجه باتجاهين أو أن يصبح حزبا سوسيال ديمقراط أو اليسار فيه بده يروح لجبهته ويصير في مع الوسط إقامة هذه الجبهة. عم ينحكى عليها عم ينحكى إنه الفرون روبيبليكان إنه هلا نيكولا ساركوزي شو قال أنا لن أتحالف نعم. في مواجهة مارين لأنه بعده لحد الآن نيكولا ساركوزي يغازل اليمين المتطرف أيوة. حتى يقدر يحصل على على في شغلة كتير أساسية إنه كل أصوات اليمين المتطرف المتواجدين هذه كلها كانت بالأحزاب اليسارية بالحزب الشيوعي وهودي أبناء يعني المناطق الفقيرة اللي خايفة على وظيفتها إنه بتقول لك هيدا المهاجر هيدا عم ياخد من قدامي
واحساب باجي كان شعاراتها شعار جون ماري لوبان فرنسا للفرنسيين، هو اللي اخذ الجمهور. هلا في تغيرات، نعم، 7 مليون مثلي ما بيمثلوا كلهم التطرف الاسلامي، التطرف الارهاب الموجود بداعش لا يمثل 0.001. على يعني كل حال موقف الرئيس الفرنسي بعد 13 تشرين والهجمات بالعاصمه الفرنسيه، واليوم من امبارح موقف الرئيس الامريكي باراك اوباما انه مش موضوع الاسلام، مش الاسلام لا والارهاب نسبه قليله جدا، وبالتالي لا يمكن التعميم، علما في اجراءات اتخذت بالولايات المتحده وايضا بفرنسا بحق المهاجرين، بحق الاسلام، بحق اللاجئين يلي كان عليهم. الرئيس فرانسوا هولاند يعني يحاول ان يعوم، لانه كمان استلم الدوله من نيكولا ساركوزي بحاله فيت، عم يحاول يضخ افكار الحزب الاشتراكي للمساهمه مثلا بالجماهير اللي انتخبته، وهي الاشتراكيين، العمال، يعني اصحاب الطبقه المتوسطه. يعني انا بعتقد اليوم مستقبل فرنسا ما هو اليوم، في خطر، وبلشنا ندق انه اذا استلم السلطه استلمت السلطه مارين لوبان بالانتخابات وطلعت رئيس الجمهوريه، يعني معناتها القواعد الأساسية لبناء هذه الدولة العريقة بالديمقراطية بالعلمانية من الممكن أن تهتز، أن تهتز، أنه يسيطر عليها حزب يميني متطرف، يمين تقليدي صرنا معودين عليها، بس يمين متطرف هذا هي الخطورة. شكرا لك دكتور وليد عربيد، رئيس رابطة الخريجين اللبنانيين بالجامعات الفرنسية، وحضرتك أيضا أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، شكرا لوجودك معنا اليوم. بنشكر الدكتور فادي كرم عضو كتلة القوات اللبنانية على المداخلة، وأيضا المشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.